مكملين دوق مزيكا على الراديو 90 سقيم معاكم عبد الفتاح مصطفى وضيوفي النهارده الملحن محمد غنيم والمطرب احمد حسين. وما تنسوش صفحتنا على الفيسبوك هي صفحه الراديو 90 90. حلاوه روح يا محمد. حلاوه روح. محمد انا عايز ابدا معاك الحلقه بالاغنيه ديت واقول لك اغنيه حلاوه روح. عايزك تحكي لي كل كواليسها يعني من طقطق لسلام عليكم. هو طبعا طبعا الاغنيه ديت عملت ضجه كبيره. ده انا بحيي فيها بالذات حد يعني هو اللي جابني فيها اصلا استاذ اشرف البرنس الموزع اللي بعت له التحيه. اه طبعا انا لسه بعت له تحيه في مقدمه البرنامج وبقول له هو انت وهو اللي عملتوا لي البرومو بتاع البرنامج والحمد لله المستمعين كلهم مبسوطين جدا من البرومو بتاع البرنامج. لسه اللي جاي هنعمل تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هو كلمني اشرف في يوم قال لي تعالى في فكره حلوه كده هنقعد نعملها. تمام. فكان الحاج محمد السكري كان كلمه على فكره اغنيه من قلب الشارع من قلب الافراح نفسها. تمام. فكانوا جمعوا فكره الموضوع على اساس فيلم حلاوه روح على اسم الفيلم علشان هيفا كان اسمها روح. ايوه هم جمعوا الفكره وانا يعني عملت الموال وجمعت معاهم فكره الاغنيه والحمد لله طلعت بروح حلوه بنفس كويسه بينا. انت حافظ الموال يا محمد؟ ولا مش يعني. ايوه حافظ الموال. ايوه بس مش هاجي جنب حكيم حاجه. طب ما تقول حته كده من الموال. ده انا خليك تغني كتير انت واحمد حسين النهارده عشان تبقى عارف. طب قول حته كده من الموال. اللي تحب الجمال حلو حلو الروح في ناس جميله قوي وعايشه حلاوه روح وبايه يفيد الجمال لو عشت بيه مجروح. الله الله. وبعدين يا محمد مفيش مقارنه طبعا. لا طبعا حكيم طبعا ده النجم الكبير يعني انا صوت بوصل اللحن بتاعي. انت بص احنا قايلين في المقدمه الملحن محمد غنيم مش المطرب. تمام. حد جميل. انت عامل علامات كتيره جدا هنتكلم عنها بالتفصيل. الحمد لله. ارجع بقى لاحمد حسين. عايز اعرف منك احمد حسين طبعا انت مطرب صاعد وعملت اغنيه اسمها الدمعه صعبه. الاغنيه دي اتعملت بصمه في قلب السوق الحمد لله. وعارف ان انت جايب لي النهارده اغنيه حصري ومحمد غنيم برده جايب لي اغنيه حصري برده النهارده لدق وزيكا. كانت كلمات مين هي؟ طبعا الحان محمد غنيم. اه الدمعه صعبه استاذ سامح عبد الفضيل نبعت له تحيه طبعا وتوزيع استاذ طه الحكيم. طب نبعت لهم برده تحيه. مين اكتشفك بقى يا احمد في الاول خالص ولا هو في دي؟ هو في الاول وفي الاخر. لا قول لي انت طلعت ازاي دخلت ازاي المجال. يعني كنت بغني الاول في البيت كده لوحدي. فبابا قعد يقول لي طب يا ابني ما نشترك في الاوبرا ادخلك مش عارف فين. فانا من صغري ما بحبش ولا مسابقات ولا اي حاجه. تمام. طب انت عايز ايه؟ قلت له انا مش عاوز حاجه انا اغني كده وخلاص مع نفسي. طب يا ابني هتوصل للناس ازاي؟ اقول له معاد. كنت واخدها الاول هزار. انت يعني انت كنت واخدها تهريج ووالدك يعني شافك في البيت شاف ان صوتك حلو فقال بقيت اخش مسابقات تبع المدرسه عندي و تمام مش عارف ايه الجو ده. بعد كده رحت طبعا لمطرب انا بحبه جدا استاذ سمسم شهاب. طبعا احنا استضفناه هنا في دقه مزيكا وهنجيبه تاني بنبعت له التحيه. مين تحيه؟ نجم كبير. طبعا اشتغلت معاه بقى في الاول. بقى يقول لي جمد قلبك ومش عارف وبقى يحفظني اغاني وخلاني غنيت في افراح ومش عارف. بدات الاول اسجل اغاني برضو مع نفسي. تمام. طيب انت عملت الدمعه صعبه ما تسمعني حته منها كده عشان احنا نروح نسمعها دلوقتي احنا والجمهور احنا والمستمعين. كل ما تقدم لي خطوه ارجع هميه والحزن زي قميص ومتفصل عليا وان يوم وقفت قصاد مرايا ابص فيها بلاقي واحد فيها بيعيط عليا كده. الله 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 الله. طب تليفوننا 2 18 10 8 66 ورقم رسائلنا 1 90 9. تعال نسمع بقى الدمعه صعبه لاحمد حسين واحنا في دقيا مزيكا.